بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة العربية والإسلامية بتعيش أسود أيامها. يمكن أنا عملت فيديو كان حوالي 7 دقائق من حوالي أسبوع أو أسبوعين تحت عنوان أمة الغار أمة منقسمة، وأنا بشكر كل الناس اللي دخلوا، ملايين دخلوا، بس تعليقات آلاف مؤلفة معلقة، بشكرهم كلهم. على بشكر ربنا طبعا الأول على يعني مش إشادة، الكلام الإيجابي اللي قالوه عني. وأنا لما عملت الفيديو ده ما كنتش عايز حاجة، يعني عشان في حوالي 10 في الآلاف لقيتهم هم اللي لفتوا النظر بيشتموني، يعني واحد جاي يعني حتى طلعهم عيل اسمه أمير سليمان بيقول لي هتقول عليا حرامي تعليق مش عارف سرقت أمه في إيه بصراحة يعني، وواحد تاني بيقول لي اسمه صابر الشيخ عامل حاجة عن بنات التوك توك، عامل وهتشوف فضايح، وبعدين واحد تاني بيقول أنت اتأخرت ليه، أنت جاي تاخد اللقطة، أنا لغاية دلوقتي مش عارف اتأخرت في إيه ولقطة إيه، ونكسف وخرس شاكرين. واحد طبعا واضح انه صهيوني بيقول لك طب وايه رايك في هم بقى الفلسطينيين اللي خطفوا الاطفال والعجائز؟ طبعا انت رد عليه ده، طبعا ده صهيوني. واحد بيقول لي مش عارف اسمه ايه نط ايه كده، بيقول لي انت فهلاوي ونصاب، انا مش عارف برضه نصبت على الست الوالده في ايه. انت طعمت على في المقاومه ايام سقوط مرسي، واحد اسمه ناصر، انت غاوي شو بلاش متاجره، هي قضيه فلسطين ولدت امس. واحد بيقول لي انت بميت وش، واحد بيقول لي انت النظام مسلطه. ده باختصار يعني قله الادب. انا هرد، انا بس عايز اعرف ايه الشغل اللي انا هاخده وايه اللقطه اللي هاخدها من شعب مقهور مظلوم يباد، ده رقم واحد. بس انا هرد عليك هعتبرك محترم. يعني اولا ان انا اتاخرت، هو حماس بدات يوم كام؟ 7 اكتوبر، ده 8 اكتوبر على صفحتي. تاني يوم اهو انا برد عليك عشان تعرف انك انت قد كده، مش عايز اشتم عشان ما بوصل الحاجه المحترمه اللي بعملها يعني، تمام؟ يوم كام؟ 8 ايه؟ تاني يوم قبل ما انت تصحى من النوم عشان تشتمني، اهي 8 ايه؟ باينة يا ابني 8 اكتوبر. طيب يبقى الفيديو ده اتعمل من اسبوعين، ما كانش متاخر، ده تاني يوم. اتحداك هات لي حد عمل على صفحته الشخصيه تاني يوم تحيه للشعب الفلسطيني العظيم، يبقى انا ما اتاخرتش يا بابا، تمام؟ طيب انا بقى مش هرد عليه قله ادب حرامي ونصاب وقله الادب دي، عشان بقول مش عايز ابوظ حاجه حلوه محترمه انا عملتها ومتابعني ملايين محترمين. انما انا طلعت اسمائكم وهعمل بلاغات على طول، تروح بقى النيابه تقول انا سرقتك في ايه او نصبت عليك في ايه، تمام؟ احنا بنتكلم بقى على الحاجه اللي فيها اللي قلت عليها الشرطه، ادي واحد. نمره 2، دي مذكره راحت لمحكمه العدل الدوليه بالاهرام. دي بالعربي. ودي المحكمه. اهي. دي بالعربي. محكمه العدل ايه؟ الدوليه. تمام؟ ودي المحكمة الجنائية الدولية. اللي بتقول لي ياخد اللقطة ولسه فاكر، أنت اللي لسه فاكر أهي.
طيب مين اللي بعتها؟ اللي عايز ياخد النقطه اتفضل. مرتضى منصور القاضي السابق الرئيس السابق لحقوق الانسان في البرلمان المصري سابقا، قائد لجنه الدفاع والامن القومي البرلمان المصري سابقا، المحامي بالنقد والاداريه العليا الاجانب، وادي توقيعي. ادي التوقيع. المحكمه الجنائيه الدوليه، محكمه العدل الدوليه. طيب دي محكمه العدل الدوليه اللي في لاهاي. نعمل كده. مين اللي بعتها؟ ضد مين؟ اهو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، يوف غالانت وزير الدفاع الاسرائيلي، هارتس هيلفي رئيس الاركان الاسرائيلي، عماهو الياهو وزير التراث الاسرائيلي، جون بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه، ايمانويل ماركو رئيس جمهوريه فرنسا، اولف شولتز مستشار دوله المانيا، ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا. طب امتى بقى اتقدمت يا باشا؟ ده انا متاخر. اتفضل. يوم 11/11/23 هات التاريخ. تاريخ اهو. انا عايز تاريخ اهو. كام؟ كبرت لك التاريخ. نفس الصفحة. يعني تقريبا من سنة. بس هنا عشان اعلام فاسد. وعندنا اعلام صهيوني عامل نفسه عربي تجاهل ده. انا قبل جنوب افريقيا بتلات اربع اشهر وليا صفه رئيس لجنه حقوق الانسان كنت في البرلمان المصري، ليا صفه العالم كله عارف. وادي الناس قدمت ضدهم المذكرات. يبقى حضرتك لما تقول انا جاي اخد شغل وتاخرت ليه وانت بتاع اللقطه، بقول لك انت كذاب وقليل ادب وريتك. طيب بتقول لي ايه؟ طب ما انت عاملهم بالعربي. لا يا حبيبي اتفضل. ده بالفرنساوي اهو. دي فرنساوي. انجليزي. بكل لغات العالم يوم 11/11/2023. يبقى انا ما اتاخرتش، ما كنتش باخد لقطة. أنت كنت نايم فين بقى يا بابا؟ هات لي حد في العالم العربي أو الإسلامي عمل ده. أهو بالمستندات. قبل جنوب أفريقيا اللي كلكم عمالين تسقفوا لها. طيب. اللي عايز ياخد اللقطة ده كنا عاملين أول بطولة عربية في مصر. كنت انا رئيس اللجنه العليا للبطوله. انا سميتها فلسطين. ودعيت كان اعتقد السيد خالد مشعل اسماعيل هنيه يحضروا. مش اسمها فلسطين؟ ودفعت الثمن. تم عزلي بعديها على طول. ده في بداية التسعينات. طيب نشوف الفيديو. نشوف الفيديو. تحية لأطفال الحجارة الصامدون دفاعا عن وطنهم. تحية نبعثها من قلب القاهرة. إننا معهم، كل الشباب العربي معهم، يناصرهم ويؤيدهم ويؤازرهم حتى تزول الغمة وتعود فلسطين حرة أبية. ونطمئنهم بأنه لن يكون بيننا وبين هذا العدو الصهيوني أي التقاء أو لقاء على المستوى الرياضي، حتى لو وقعت عشرات الاتفاقيات والمعاهدات فكلها هدنة مؤقتة تلتزم بها الحكومات ولا تلزم الشعوب. آلامنا واحدة وعدونا واحد، وأيضا آمالنا وأحلامنا مشتركة. فنحن شباب العالم العربي نحلم بعالم عربي لا تمزقه الصراعات، نحلم بعالم عربي متوحد وقوي، عالم عربي له علاقات متوازنة مع كل دول العالم. شفنا الفيديو.
شفت كلمتي في افتتاح الدورة؟ ده من 30 سنة. طب ما نشوف قبل كده. في قضية عزام عزام مين اللي ضرب السفير الإسرائيلي وأسعد الأسعد واستشار نتنياهو لغاية دلوقتي بالجزمة في قلب محكمة جنوب القاهرة؟ كنت أنت فين يالا؟ يا قليل الأدب. التلفزيون الإسرائيلي هو اللي بيذيع؟ طب ما نشوف كده. قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر مواصلة النظر في قضية المواطن الإسرائيلي عزام عزام والمصري عماد إسماعيل المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل في 14 من الشهر المقبل في جلسة مغلقة. وفي الجلسة التي عقدت اليوم جرت مواجهات بين محامين مصريين وبين محامي الدفاع عن عزام. الجلسة الثانية لمحاكمة المواطن الإسرائيلي عزام عزام والمصري عماد إسماعيل تحولت إلى ساحة للمواجهة بين فريد الديب محامي عزام عزام وعدد من المحامين المصريين. طلب المحامي مرتضى منصور أن يدخل قسما في هذه القضية كمدعي للحق المدني وطلب بتعويض قدره 100 مليون دولار من الحكومة الإسرائيلية على الأضرار التي لحقت بالمواطنين المصريين على حد تعبيره من جراء أعمال التجسس. مشتركة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جريمة التخابر الواردة بالتهمة الأولى بأن اتفق معهم على ارتكابها وقام بإحضار الملابس التي تحوي المداد اللازم للتراسل السري مع المخابرات الإسرائيلية وسلمها للمتهم الأول فتمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلب محامي الدفاع تأجيل النظر في القضية بعد أن أضافت النيابة العامة تهما جديدة من شأنها تشديد العقوبة ضد عزام وعماد إسماعيل لتصل إلى الأجال الشاقة لمدة 25 عاما. وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية في 14 من الشهر المقبل في جلسة مغلقة تجنبا لتكرار مثل هذه المواجهات التي تعكس في واقع الأمر محاولة من قبل المعارضة في مصر لشحن الأجواء ضد إسرائيل. شقيق عزام عزام ومستشار رئيس الوزراء أسعد أسعد ونائب القنصل الإسرائيلي ميخائيل شتريت حضروا في جلسة اليوم وتعرضوا لمشادة حادة من قبل المحامين المصريين الذين حاولوا الاعتداء عليهم. تحولت قاعة محكمة أمن الدولة العليا بجنوب القاهرة إلى ساحة لتبادل اللكمات بين أنصار محامي عزام عزام المتهم الإسرائيلي بالتجسس ضد مصر وأنصار محامين مدنيين قدموا شكوى إلى المحكمة ضد محامي عزام باعتباره خائنا. قررت نقابة المحامين المصريين تحويله إلى جلسة تأديبية لقبول الدفاع عن إسرائيلي متهم بالتجسس. هذا البني آدم اللي بيقول لك واجب علي أن أدافع عن هذا الخاين الإسرائيلي أو الجاسوس الإسرائيلي ومش واجب عليك مصر وقتلت بحر البار وقتلت أبو زعبل عمال أبو زعبل لغاية الوقت. لما استشهد ابننا محمد صلاح مين اللي طلع وقال شهيد وعمل له حديقة باسمه في نادي الزمالك وحسين لبيب رمها له في الزبالة؟ نشوف اللوحة نشوفها. الشهيد محمد صلاح هعمل له باسمه منشاة في نادي الزمالك الله لأنه لا يقل عن الشهيد أحمد منسي ضحية الإرهاب ولا يقل عن الشهيد أحمد أبو الدهب ضحية الإرهاب. تمام، أنا بنعمل له حاجة تليق بيه في نادي الزمالك تخلد ذكرى هذا الشهيد. أدي واحد. لما بنت اسمها داليا خاينة عميلة عملت مداخلة مع التلفزيون الإسرائيلي قناة مش عارف 13 ولا كام، وأنا رديت عليها اديتها بالجزمة. شوفوا التلفزيون الإسرائيلي شتمها ليه؟ اتفرجوا.
مرتضى منصور يخوض حملة في مصر ضد إسرائيل. رئيس الزمالك السابق نشر فيديو نقله التلفزيون الإسرائيلي وبالتحديد هيئة البث. خدوا مقطع قصير منه. יש לנו הסכם שלום עם מצרים בטלוויזיה שם עדיין מכנים אותנו ציונים. بس انا محتاج افاجئك واقول لك ان دي مش قناه رسميه, دي السوشيال ميديا بتاعته عادي. عامله فيديو هي بقى بتقول ايه بقى, ان هي واحده من اخطر يزويت اختاروها 100 اجرأ 100 مره في العالم. مرتضى عمل فيديو عن داليا زياده اللي بتتمتع حاليا بشعبيه كبيره جدا في اسرائيل. من اكتر 100 امراه في العالم بتأثر فيها بنت زباله. انت هيئه البث لمحت كلمه صهيونيه وعينك ما تشوف الا النور. صهيونيه مين دي؟ اسوأ من الصهيونيه. استوديو تحليلي برعاية الصحفي روعي كيس. زي مرتضى منصور بوليتيكاي مصري خبير برلمان شعبه انت رؤيه تلخ هو ويش عم سيسه مشمؤتيت بציבור المصري نגד اسرائيل. مزاج عام ايه بقى, ما الزمالك بقى له رئيس جديد ومقعد البرلمان بالسلامه. طبعا تم استخدام الفيديو عشان يوضح ليه داليا مشيت من مصر, ده على اساس يعني انها طالما معاهم بقت مهدده. المهم ان منشور كتبته داليا استفز مرتضى. انا داليا زياده او داليا زباله. وغضب مرتضى هو نفسه غضب رواد مواقع التواصل المصريين من موقف داليا. ومرتضى حاليا طبعا هيتم اتهامه بمعاداه الساميه. يلا اهي قضيه جديده. يبقى انا مش تعلق لقطه, انا من زمان يالا وطني قومي مصري مسلم او مسلم مصري. انتوا مين؟ عرفت ان شويه قال كدابه. بيقول لك ايه؟ طب ما تدخل ولادك الجيش. طيب ادي صوره احمد مرتضى وفي الجيش. مرتضى لما اتخرج من كليه الشرطه, اللي بيخش الشرطه بيبقى ظابط ما يخشش جيش 2008. طيب مش اي حاجه محترمه لازم نوسخها كده.